إلى كل الراغبين بالاشتراك بمباراة انتخاب رئيس الجمهورية التقدم بطلباتهم إلى لجنة الحوار لدراسة المواصفات. يقام الحفل عندما يأتي القرار من الخارج. الفائز يحصل على قصر فارغ ورئاسة بدون صلاحيات. يقدم الحفل نبيه بري ويحييه تكتل التغيير والإصلاح للرقص الشعبي وفرقة استوديو العين بقيادة المايسترو سمير جعجع. بالإضافة إلى الألعاب البهلوانية يقدمها الفنان الشامل وليد بيك. مفاجأة السهرة النجم السعودي سعد الحريري. يقام الحفل في صالة كازينو مجلس النواب. الراعي الرسمي إيران والسعودية. إربد تنحل الأربعاء بعد الأخبار على الجديد.